نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى كل من اهتدى بهديه، واستنى بسنته، واتبع نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه في تفسير جزء النبأ. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. وصلنا عند قول رب العالمين جل وعلا في هذه السورة الكريمة، وقفنا عند قول رب العالمين جل وعلا: والجبال أرساها. يعني إيه والجبال أرساها؟ يعني أرساها في الأرض، يعني إيه؟ أثبتها. والجبال أرساها، جعلها راسية في الأرض، تمسك الأرض لئلا إيه؟ تضطرب، لئلا تضطرب. نعم، لئلا تضطرب بالخلق. هذه نعمة من نعم الله على عباده. يبقى لماذا خلقت الجبال أوتادا للأرض، كما بيّن الله تعالى في سورة النبأ؟ والجبال إيه؟ أوتادا، كالوتد الذي تربط به الأشياء أو تربط فيه الأشياء. يقول الله تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم. متاعا يعني إيه؟ منفعة لكم، متاعا لكم
ولأنعامكم، أي جعل الله ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولأنعامنا أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم وغيرها. قال الله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك يعني إيه؟ والأرض بعد ذلك يعني والأرض مع ذلك دحاها، كما قال الله تعالى: عتل بعد ذلك زنين، يعني عتل ومع كونه عتل فهو إيه؟ زنين. والأرض بعد ذلك يعني والأرض مع ذلك إيه؟ إيه؟ دحاها. قال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. المرعى النبات الذي ترعاه الأنعام. والجبال أرساها يعني أثبتها متاعا لكم، يعني منفعة لكم ولإيه؟ ولأنعامكم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لا بد منه، فقال جل وعلا بعدها: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا جميعا من أهلها يا رب العالمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة هي القيامة، وقيل النفخة الثانية التي يكون معها البعث، وأطلق عليها الطامة لأنها تطم أي تغطي، تغطي على كل هول قبلها وعلى كل داهية قبلها، تغطي على جميع الدواهي. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذلك قيام الساعة، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى داهية تطم كل شيء سبقها، الكبرى يعني أكبر من كل طامة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من شدة الهول ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكبرى، وهو الذي يتذكر فيه الإنسان ما سعى أي ما فعل من خير أو شر، يتذكره مكتوبا يقرأ كتابه بنفسه. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك،
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأه تذكر ما سعى أي ما عمل. أما اليوم فإننا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعمالا كثيرة، منها الصالح ومنها اللغو ومنها السيء، لكن كل هذا ننساه. وفي يوم القيامة، في عرصات القيامة، في يوم العرض على الله، يعرض علينا هذا في كتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فحينئذ يتذكر ما سعى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، ظهرت الجحيم كي يراها كل الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمؤمنون يمرون عليها، أما الكفار فتكون النار مأوى لهم. ومن العلماء من قال وبرزت الجحيم لمن يرى، أي وبرزت الجحيم للكفار فقط، لأن الله تعالى قال وبرزت الجحيم للغاوين. اللهم سلم يا رب سلم، استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وبرزت الجحيم لمن يرى، تجيء النار تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام فيه سبعون ألف ملك يجرونها. وبرزت الجحيم لمن يرى، لمن يرى ويبصر، فتنخلع القلوب ويشيب المولود. ولهذا قال تعالى بعدها فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. هذان وصفان هما وصف أهل النار، الطغيان وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة.